السلام عليكم ورحمة الله. اليوم عندنا أحذية كود N50. طبعاً بضاعة كلش حلوة جميلة، بها رجالي نسائي حسب الطلب، تريد رجالي تريد نسائي. القياسات الرجالي 39 إلى 44، والقياسات النسائي 35 إلى 40. قياسات ستاندر، بضاعة ستاندر يعني الكارتون الواحد يجي بيه كامل قياسات. بضاعة كلش حلوة جميلة، شوف الخامة مالتها، الخامة خفيفة. العرض عندي طبعا راح يوصلني 10728، على اساس توصل البارحة بس تأخرت شوية، عندنا فيروس مرات تتأخر الشحنات. كل زوج يجيب كارتون، الكمية كلها 10728 زوج، لكن اقل كمية ممكن تاخذ. طبعا انا عندي اسعار، يعني اللي ياخذ كارتون بسعر، اللي ياخذ كمية كبيرة بسعر، يعني ابيع على حسب على حسب الكمية. اللي ياخذ 10 كراتين او اكثر احسب له الزوج دولارين ونص بدون شحن. طبعا رجالي نسائي حسب الطلب، تريد رجالي اعطيك رجالي، تريد نسائي اعطيك نسائي. واللي ياخذ اقل من هذه الكمية، يعني كارتون مثلا ب 30 زوج، يطلع عليك الزوج دولارين و75 سنت. واللي يريد الكمية كلها 10000 وكسور يتواصل وياي خاص حتى نسولف على السعر. طبعا هي بيها هذا بدون فرو وبيها فرو، هذا انا راح ابيعه داخل الصين، هذا ابيعه داخل الصين، فما لكم شغل بي، عليكم بهاي البضاعة. كلش حلوة وجميلة ورخيصة، سعرها حلو والبضاعة حلوة، وشايفين الف خير ان شاء الله مقدما. وكل زوج يجي مغلف ستاندر، كل كارتون بي 30 زوج. شوف البضاعة شلون حلوة، بضاعة راقية كلش حلوة البضاعة، شوفوها كيفك تختار، قياسات رجالي أو قياسات نسائي كيفك. يريد رجالي أنطي 39 إلى 44 كارتون يجيبي، يريد نسائي أهم أنطي 35 إلى 40. الكمية كلها اللي راح توصل 10000، وش قد بالله أنا مسجل هنا 10728. شايفين ألف خير إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.